فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مازال متواصلين مع ضيوفنا ثنائي السي اس اس محمد علي جويني. رحب بك من جديد محمد. عاشك، مرحبا بك. ومحمد بن علي تايزون، مرحبا بك. بلاش نحكي تايزون حتى في سؤالات جاونا، شنو حكايه تايزون؟ والله حكايه قديمه شويه، ذي برشا عندها برشا في الحوم كنت صغير. اي سي اش حكينا، حكينا نحب الحكايه القدوم. برلين زمر شنو ما تحكيش؟ ايه مش تحكيش، كنت مشاكلي ما بونيا ودنيا. لا عندي قبل ما تفوتش، عندي اخواتي انا. ايه. عندي ثلاثة اخواتي بالمناسبة، هذايا نقدم لهم التحية. سلام عليكم. اربع اخوات نسيت واحد. عندي اخويا واحد اخر هذا ما عايشش معنا، فهمت؟ والله قبل كنت صغير عمري 4 سنين، هكا يجي راجل من بعيد يجي يبدا نعملوا عركة ديما، يعرك فينا صغار على بعضنا مع بعضنا معناها. تعركت مرة مع واحد بطي كي ما نجلتوش، انا خشين علي عضيته من كتفه ولا من ودنيه ولا من نار. يا اخي من وقتها مشيت هكاك بيها تايزون.